ضيفنا هو صاحب دار دائما موجود في يلا نغني، عصام محمد نور الفنان والملحن واحيانا شاعر. ده كله حنختل فكانت ما قدرت اواجه كما قلنا اخونا ياسر اول حيغنيها في معليش يا حبيب معليش يا حبيب معليش يا حبيب. هايدي ما تشتغلها فوق طاهر كلها فوق. هاي بس خلاها ما اكتاف. عينيك فيها نعاس من عينك طرست حروفي كل حواجب. من وين؟ شنو؟ طيب تاني تعال من القفل اللي دي اخلص تزيد جروحي. اوكي نتذكر لما تجي للسينما مراجع ما كفى يا طارق ده لبن ولا شنو؟ صوت مع مرق اصلا الصوت مع ملك. السلام عليكم. عليكم السلام. طارق الفار هو اكل الكوبري ما ياكل كيبلك ده يا عادل. فارقنا عز الناس. عرفة ما بيننا عرفة. السلام عليكم يا اخوان. انا صوت جاو فارح انا جاتنا مسيزين. لو تعرف الشوق تلوع على العشاق وخلاص بردنا بالله خلاص ما اللي فاسي بيه وخلاص بردنا بالله خلاص لابد نعيش غيرنا في عشوري. دقيقة اوه اوه ليه تقيلة ليه تقيلة ليه تقيلة دي صورة عصام دورة يا خطاب. ما انا كتبت ولا ايه؟ الراحل المغيم الراحل المغيم الراحل المغيم يا اخي. لابد نعيش في عشوري ويكون طريقنا طريقنا الاختراع. بام بام تم 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 بام 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 واحدة اشتركوا
في حالك نسيتني انا رحت في حالك نسيتني واعتبرت الماضي فات رحت في حالك نسيتني والله رحت في حالك نسيتني واعتبرت الماضي فات لما انت خلاص جفيتني ليه بتحكي الذكريات تحكي ذكرياتنا كنت تحكيها بمعنى كيف بدت وكيف انتهت وتبددت قبال وانا او كيف اماني الجميلة حلت الآهات مكانا الكفاية أشوفك في خيالي أنا كفاية أشوفك في خيالي واستعيد أحلى الليالي وابكي ماضي الذكريات ذكرياتنا مهما كانت برضو ترديدة بيألم اللي اهترديد ذكرياتنا ويا ملاقيك ما بتسلم اللي اهبديد الفراق وانت عارفه كيف بندم رميتني بنيران صدودك الله رميتني بنيران صدودك تاني ما بصدقه
سريلك وانسى ماضي شبابي وكنت راضي تدللك براي بتحمل أنا صعابي إلا ما ورد التجاهل بشعوري وبعذابي إلا ما ورد التجاهل بشعوري وبعذابي تعالوا بادل للوداد ولا قاسم السهاد تعالوا بادل للوداد ولا قاسم السهاد تعالوا شكلت خارطة الغناء السوداني. تاني عادي. تاني. مالك يا أستاذ مالك يا أستاذ مالك يا أستاذ مالك يا أستاذ. ليه متفاجئ؟ أنا أسف لك ما رسالة حب أقول لي من كده شو تاني؟ كلمات صادقة وإحساس عالي. مرها فرر نفس الكلام يعني. ليه أقول نفس الكلام خلاص كفى. لا ما شاء الله لا ما شاء الله لا ما شاء الله. لا 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 ما تمشي. لا متفاجئنا أنا وأنت الصغار ديل. لا 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 فاجانا نحن انت ما دفع الجمال عيد ليه في دال الردم داسه عيد ليه شيء ردماني لكن ما ثاني خلاص انا قلت منه انا قلت منه محجوب محجوب انا قلت منه وحاولت يعني اعمل حاجه من المود بتاعي في الاغنيه ان شاء الله كل حد عيد من الاول انا عيد تاني وركز لي في المراجع دي ركز لي في المراجع دي شنو انا ابغى قول انا والكاشف اخوي انا وانت انا والكاشف اخوي انا وانت الكاشف انت قول لي زين معاك انا قلت انا والكاشف اخوي انت لازم تقول لي زول بنت مامون ما حد عارف له قصه الكاشف طيب ما زي السين حبيت اضيف حبي رجعتكم ما رجعني ولا ابوي ها عندي 10 انت لو فكرت تتذكر غرامك يا جماعة سلم ده ما بارد حبة سلمة حليتوه سي دقيقة لما حاول يوم يسيبو سوري سوري معلش نقص السلم بس درجة جبل السلم كان شنو جبل ده جبل كان دو 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 كيدو أحبك أحبك لا نهاية أغنيك
عشان بلدي عادي. أحبك أحبك تاني 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 يلي يا كيف يا مبنية كده قساك إن قسى قلبك قساك إن قسى قلبك مامون قساك يا ناسي حبك تيرارارارا شوف شوف قساك إن قسى قلبك قساك إن قسى قلبك قساك يا ناسي حبك ريتاتاتاتا مين قساك هو ليه هو يا دول ودار ياكله دار ياكل الشغل دون الناس دون الناس يا تغني طلع سينما طلع سينما دون الناس يا دنيا مالي عواده معلش ليه الدفعة مع بعضنا اخوانا صبري وزعلي نشي غالي مال قلبي بس السلم ده نزيده شو دون الناس صبري وزاني شرالي مع القلبي للقلب خالي من قساك ونسيت يا سالي مع القلبي للقلب خالي كده غلط يا جمال والله يا جمال كده غلط بعتذر ما محامي يا اخواننا بيعرف يفرق بين القلبي للقلب خالي من قساك خلاص نخش هنا بقول لك من قساك ونسيت يا سالي لا 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 أبدا من يا سالي من قساك ونسيت يا سالي يا محيرني أم الليالي يا معذبني وطاش وانا جارحي وقلبك وعطى شيله هنا يا دنيا والي بارارارب بابا تيرارب بارارب بابا ايه تاني تاني يا محيرني يا لهلياني يا معذبني يا لهلياني عاشو انا وقلبي وقلبك قساك قساك واضحه والله دي ما عمل مشكله هنا خلاص المشكله عمل اقول براكس المشكله قول في الطريقه زاد خلاص يلا طيب كده قول انت يا مامون يا دنيا مالي يا خسي كده كلامك صح اصل اشتغل كده كده صح اشتغلك كده هاي اشتغلك كده راح في ما كده لا لا هي كده هي كده راح خلاص يا اخي خلينا نشتغل اشتغلها كده لكن انا داير اريحك في من قساك ونسيت يا سالي يا سالي يا سالي يا سالي هتقولها كم مره يا جمال مره ابراهيم عوض اوكي بعد كبر بقى يغني كده ما تغلط يا دي حفلات دي شغل حفلات ما شغل التسجيل الرسمي تسجيلها في الاذاعه اصلا كده طيب قولها قولها يا عصام معلش قولها ده كلام صح كلام عصام صح اي كلام عصام صح انا ما عندي مشكله انا معترض يا جمال ما غلط كلامك انا ما غلطت ليك هو بعد كبير ما بيقدر ينهار النهر ده بقى مهد لنفسه بالطريق اللي انت قلت هذه بس يا محيرني يا محيرني يا حليل ليالي ما احلى يا محيرني عاش وعذبني عشان انت وعدين وقلبك من قساك يا فرح يا اخوان راكم راح انا جاهز ستاند باي اهل قساك يا ناسي حبك يا ناسي حبك اي قفل الضم انا بس اي قفل الضم انا بس اي قفل الضم انا بس انت غنيت كده قبال سنه ولا سنتين انا ما عندي يعني يا رجل يا استاذ انت قبال ثلاثه سنه ولا اربع سنه اللي ورا الله يرحمه صلاح من بعد اذا قام صفق لك صح انت غنيته زمان ده تمام ده مامون تاني مامون سوار الفضه اربع دقيقه عشان نتفق هتعملوا تا تا ولا طوالي طوالي ما في دي يعني اريح طيب خلاص نعملها بس يا اخواننا نعملها بس في مقطع واحد يا جماعه ولا اي حاجه مع اللقطه ذات اسكت
لكن انا ميت والله الحدود دي ما قال لي بكذا والله اقول لك كلام ما قال لي صدق لي ادبت انا هذا بقول لك ما صدق قال لي قال لي كله قاعد يعمل كذا عصام اقدم منك صح بربري هسه انا طلعت اكبر منه بسنتين ده من زمان عسكري بريده ده اللي بيغنوا أقول لك كلام دي في حاجة ما عارفها لا في حاجة ما عارفها دي كلهم قبليك جمال في حاجة ما عارفها البعض ناس عمار وقبل ناس محمود والقوطة وندير الله أنا ما عندي جيل هنا ما عندي جيل هرشي ما عندي جيل والله هرشي غير عاصمة والله أنا جمعة درس محمود قالت لي أنا طلعت أكبر منه محمود وليد وسام الشيخ ده الجمعة دي حدا أنت ما عليك كم يا حدا حدا سخانة يا الله قديم خلاص محمود الله يرحمه سايقنا كورة يا أخي أنت أقدم زول سايقنا كورة في مدني عصام سايقنا كورة في مدني أنا وهسه السعودي فريني وما أعرف وحمد قديم أنت بوشك ضاير حفلة بتاعت الزول بتاع البوز الخامس بتاعهم ده اسمه ايوه ناي يا اخوناي اسمه كمال ايوه كمال اخوناي كلنا راكبين في الحفلة قال يا جماعة بس عندي الورق ده غشيت تحت الفنانين اخو عبد الفوز اي قال غشيت تحت الفنانين مشينا تحت قدم شباب نسكت جزء عدلان فيجن وقطر هذول جمال تيست جمال تيست ايمان دقيقة جماعة واحد 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 علشان الزول ده ما ايمان مامون الا كان ما تقولوا بس اللي اسم السلام عليكم عصام حبابك ابوي اسلام باي عين يا مامون الاغاني اللي سمعتها دي مش عاجبتها شديد بس اتكلم عنها بس خلاص بس اشعارها هي اشعار فيها شجن وفيها حنين اي بس قول كده الكلام يا زوله رح اصرف عربي يعني قدام انا بحيي اسرته من هنا وربنا يرحمه وما تضحك يا رشا عشان طيرت الكلام رشا يا اخ ما تتلايق لا خلاص انا ماشي منه يا اخي جبت ثاني يا قلت محمود لا والله قلت كويس لا قلت محمود انا كلامك ده والله كلامك جميل يا اخي انا بضحك ليه طيب انا قلت محمود صراحه محمود يا اخي ما قلت اسمعيها انا ما اخشني عندي انا زادت كنت اوقفك وانا انا عارف ليش المحجوب اللي بخليني اقول محمود شنو يا عادي لاني قبل شيء ده غلط قلت محمود انا نعيد الكلام يعني هي فعلا غلط لا لا عليك الله ما بيكفينا كلمات في حقه ما تضحك لي ما بيكفينا دي شو يلا بيكفينا كلمات في اغنيه ما في كلام بيكفي ايوه قولي كده ايوه طيب انتوا ما تملوا خلا تقول كلام راس عشان ما بزول ملا عليك الله ايمان دي اللي تعبت لما جايه تغني يا بنت حدك دي بتتكلم يا اخر دي حاولوا شكريا انا تعملي لي كده يا ايمان انا تعملي لي كده لا ايه الكلام ده ليا انا اختصار ولا امشي قدام شويه دقيقه بس انا ممكن امليكي تدبر لكن انا بقول بغني بس سويت تفاصح لي برا الهواء ولما برا الهواء دي بيزع صيحة برا الهواء دي سمحة رايك معي صيحة جديدة أعماق ألو ساوند تشيك لا والله جد جد يعني ألف رحمة ونور تنزل علوي يا رب إن شاء الله وبنحيي أسرته فأنا الليلة من خلال وين 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 سامح يعني جنبك أنا سألتك أحملين سامح ان شاء الله تكون قدر المقام وتنال يعني المشاهد الكريم ان شاء الله حاغني حيرت قلبي معك ححاول اضيف لها احساس مني حبه يعني ويكون قدر المقام وان شاء الله تنال اعجاب المشاهدين دقيقه دقيقه علي رشا علي رشا علي رشا اسكت يا ابو الصبح انا هقول بس خلاص غني ان شاء الله تعجبكم بس انت لا 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 والله ما خلاص هقول هغني بس كده وخلاص ان شاء الله تعجبك انا عندي حاجه اه يتم فيك ما في زمن خمسه لا تتكلم كم بتاع شكرا ايمان الشيخ ايمان اشكر ايمان شكرا ايمان الشريف يا رجاء شنو يا جماعه ايمان اللي حد يتكلم ايمان حد يتكلم شكرا هغني هغني هقول انا غني هغني كده ما تخش ايمان اقول هغني اشعار الراحل المقيم محجوب سراج حنختم حلقتنا
بواحدة من أغنيات الشاعر بصوت ماموس راج ماموس راج ماموس راج ماموس راج هي حاجة إبراهيم عوض كويس الغيطة هو ده عندك المدينة قلبي خلاص ماشي عربي جنازي الساعة 8 في حلقة أخيرة ولا ما عربي
اللي صوتك يا حسين قلت لك لا عشوائي حصرخ ويطلع انه دي ما لها هي تمام 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 في مرقه زول يشرب لك كوبايه حاره بتاع الشاي سكر ثقيل كوبايه شاي دار كوبايه شاي الموضوع اللي تسلى ولا سكر ثقيل اللي عاده هذا بنعيد الحلقه بالليل كنا الصباحيه كون ظابطة معك والله بيكون الصباح جه فعلا هي عادة كده مرحبيك يا رشا ومرحب بال تعالي معليش 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 ما تعرف التين ورا بعض غنوا لا بالله احنا في كربوش ترتيب البرنامج كده عشان احنا اثنين بيقوموا يوصلونا لا هنا بتكلم اللغات خلاص يعني تعال لحن لك لا 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 امك ده طبعا ملك الكبريته يا اخي ده غير يا اخي طيب ملاوزه في 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 السينما يا جماعه ما في في ناس بيشتغلوا عالي وناس بعداد بالحلو انت غنيتي كيف انت 100 100 قلت لا مشكله لا مشكله لا مشكله لو عيدناه بيكون افضل اذا دير راح يا حلوه ما طل الصباح معلش سوري سوري عيد ليكم هاي بس هاي انا ما داري امشي منها الله يسعدك انا داري اقبل عليك واقبل شكرا الفنان جمال على الاداء الجميل واستمتعت به اليوم في حلقتنا من يلا نغني استوتع يا لك استوتع معلش يا جماعة ما تقعدوا راقيين خلونا نخلص الحلقة حتى الله ما قاعد اسألك انا والله قاعد اسألك بس انت ما تلمعي كيف تلمعي؟ دي ما هذا انت لخبطتني المرة دي انا كنت استتعلم وقال لي استتعلم يا سيدي رجعي ما بقول خليتها هاني هنسمع شنو؟ هنسمع وضاحة الراحل المقيم مصطفى سيد احمد يحييه ونحيي اسرته انا صوتي يا جماعه ما بعيد والله ما سامع كويس بين في الغنى كان كده كان بيكون مولد كان. مره واحده لا مره واحده عملناها هنا عملناها مره واحده صباحك يوم يوغاز بيدي انا دخلت ما رجعت
تاني بايده باقات الزهر شاملني بنوره الكم افضل القمر تموج بقلبي